ليلة القدر أعظم الليالي أنزل فيها القرآن. ينزل جبريل في ليلة القدر مع الملائكة، والعبادة فيها تعادل عبادة 80 عاما. ما هي علامات ليلة القدر؟ وما هي الأذكار والأدعية المخصصة في هذه الليلة؟ أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الذي نخصصه للحديث عن ليلة من أعظم الليالي، ليلة القدر، التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الليلة المباركة نتأمل معا عظمة هذه الليلة وأسرارها، وكيف يمكننا اغتنامها في العبادة والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. سنتحدث عن العلامات التي قد تدل على ليلة القدر، كما سنشارك معكم بعض الأذكار والأدعية التي يستحب الإكثار منها في هذه الليلة. تابعوا معنا. قلوب العابدين بها حنين الشوق للشهر. علامات ليلة القدر: أولا، صفاء السماء وشروق الشمس بغير شعاع. تكون السماء في ليلة القدر صافية وساكنة، ويكون الجو معتدلا غير بارد ولا حار، وتطلع الشمس في صباحها بدون شعاع. ثانيا، السكينة والطمأنينة. يشعر المسلمون براحة القلب ونشاطه لأداء الطاعة وتلذذهم بالعبادة أكثر من الليالي الأخرى. ثالثا، تكون في ليلة وتر. يستحب التحري عن ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. والليالي هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 من رمضان. هذه بعض العلامات التي ذكرت في السنة النبوية الشريفة. هل ينزل جبريل في ليلة القدر؟ نعم، ينزل جبريل عليه السلام في ليلة القدر مع الملائكة، وهذا تفسير قول الله تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حيث يقصد بالروح هنا هو جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام حين ينزل، ينزل ليصلي ويسلم على كل قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. هناك أذكار يستحب الإكثار منها في ليلة القدر، ومن الأذكار المشهورة ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار. وهناك أدعية أخرى مأثورة يمكن الدعاء بها في ليلة القدر وغيرها من الأوقات، مثل دعاء سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ودعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ودعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ويفضل أن يجتهد المسلم في الدعاء بما يخطر بباله من الأدعية وما يشعر به من حاجاته الخاصة. فليلة القدر فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يتقبل منا صالح الأعمال.